طبعا انت النهارده ايه؟ طبعا الفرحه مش ساعاك والدنيا مش قدك، قابض بقى ومدلع نفسك. عارف يا دياب صوت مكنه الاي تي ام وهي بتعمل سيمفونيه تفضل قاعد كده بص روح طالعه لك تبقى عايز تنقض على المكنه. بس شايفك عمال تقسم وانت تعيش كحين كده طول عمرك مقضيها كلها اقساط. تحسن بقى ملفظك بقى، عايز افرح بيك. يا ريتها جت في الاقساط. حضرتك بص معايا، في 10% كل شهر لينا بتقلبني فيهم. 10%؟ دي ايه دي، ضريبة جواز ولا ايه؟ دي بقى يا سيدي ضريبة الزواج من واحدة مسيحية مؤمنة، وحط تحت مؤمنة دي 100 خط. هو الجواز غالي قوي عن ايامنا؟ هو مش كان فرح وشقة وشوية مصاريف كده بيت وخلاص؟ لا، و10% عشور كل شهر. يا عيني يا عيني يا كريم، وانت هوب الله كده اي حد يثبتك في 10% تروح دافع على طول. هي كارتة يا كريم، كارتة. بيروحوا فين بقى ال10% دول؟ بيروحوا الكنيسة، بيت ربنا. الكنيسة؟ ايوه. الكنيسة بتأكلك وتشربك يا كريم؟ لا، ده انت عمرك حتى ما استفدت بالدكك بتاعتها اللي عمري ما شفتك بتزورها يا جدع. طيب بص بص، عشان نجيب من الاخر، عشان اقعدش ايه تلقى عليا بالكلام كده اهو. لو تعرف انت تتكلم مع لينا وتخليها تسيب لي ال10% دول، اتكلم معاها. لا 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 لا، لينا ايه؟ انا هتكلم معاك انت صاحبي، مش انت راجل البيت ولا ايه؟ راجل، راجل جدا كريم، بس جوه البيت انا زوج فقط. اي كلام في الامور الروحيه مع لينا. طب كفايه تهريج بقى وتعالى نتكلم شويه بالعقل. يلا، مش ال 10% دول يسهرونا سهره ولا سهرتين من اللي قلبك بيحبهم؟ يعني ال 10% دي معانا الواحد يسهرونا سهره لوز اللوز كريم. بس انت عارف لما مضايقني كمان ايه؟ انا بقالي سنتين عايز اجيب موبايل جديد. طيب يبقى ال 10% دول. ايوه، ال 10% بتوع الشهر الجاي. ايوه، 10 في 10 تجيب الموبايل وتدلع نفسك. كريم انت ليك حق على نفسك تدلع نفسك، عايز اطمن عليك. انت صاحبي، وال10% بقى بتوع الشهر ده. ايوه، تعزمنا بيهم على عزومه اياها. يلا هاتوا جميع العشور الى الخزنه ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، ان كنت لا افتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. يعني مخازنكو ما تستحملش كل البركات دي. الكلام ده موجود في ملاخي 3:10. طب سؤال في السريع كده، هو يعني ايه عشور اصلا؟ عشور يعني 10% من اللي بيدخل جيب حضرتك بيروح للرب او الكنيسة. ودي وصية كتابية متكررة كتير في الكتاب المقدس، مش حد بيقترح علينا نسبة معينة من دخلنا، لا. بيقول في تثنية 14:22، تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة. ونشوف في لويين 27:30، كل عشر الأرض من حبوب الأرض وأثمار الشجر فهو للرب قدس للرب. يعني لو انت المزرعة بتاعتك بتطلع 100 كيلو مانجا، 10 كيلو مانجا دي للرب او تمنها عشور. ده اللي بيقوله الكتاب. تعالوا نشوف آية تانية، تثنية 12:17 وتثنية 14:23، هم نفس الكلمات، عشر حنطتك وخمرك وزيتك. في لويين 27:32، كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وده للرب. عد تاني وتبتدي. وهي نفس العبارة اللي قالها يعقوب لما قال وكل ما تعطيني فإني أعشره لك، في تكوين 28:22. حتى الكاهن اللي كان بياخد العشور من الشعب كان بيقدم عشرها للرب. الكاهن اللي هو القسيس، اللي هو أبونا، اللي هو ماسك الكنيسة أو الاجتماع، لما كانت تجيله فلوس يقولوا له ده مهيتك يا جناب القسيس، كان بيقدم عشرها للرب. نشوف الدراما ازاي دياب اللي احنا عارفين كويس انه بيمثل مين، ازاي بيحاول بكل الطرق يمنع كريم انه يدفع عشوره. وهو مش بيحاول يمنع كريم بس بانه ما يدفعش عشوره، لكن بيعمل كده مع كتير مننا. ليه؟ عشان بيضرب كذا عصفور بحجر واحد.
مثال نمرة واحد عشان عمل ربنا يكون من غير مساعدات مادية والكنايس تبقى فقيرة. اتنين القسيس وعيلته ما تلاقيش ياكله. نمرة تلاتة الفقراء يتعذبوا من الجوع. نمرة اربعة وده اهم سبب انه يضمن انه اللي بيسلبوا ربنا حقه هما كمان هيتسلب حقهم. في بقى كذا فكرة عبقرية بيحاول بيها ابليس يملى دماغنا اننا ما ندفعش العشور. السبب الاولاني اللي بيستخدمه ابليس هو اننا احنا مش مطالبين بدفع العشور لانه كلنا للمسيح، مع ان اغلب الناس اللي بينشروا الفكرة دي مش بيدفعوا حتى العشور لربنا كل شهر. فكرة تانية من افكاره العبقرية احنا مش بندي الفقراء عشان ما نعلمهمش التواكل. فكرة تالتة الهنا غني وكريم وسخي وهو المسؤول عن عمله، مين انا عشان اسدد احتياجات عمله ولا جزء منه؟ انا مستغرب ازاي الناس بتصدق الاسباب دي. طب هقول لك سبب تاني، مرتباتنا بالعافية مكفيانا بنحوش منها شوية قليلين. يلا تعالوا نكمل. كان في الكنيسة اللي بصلي فيها زمان شيخ اسمه الشيخ جميل بيقول احرص ان تتناسب عشورك مع دخلك حتى لا تجد ان دخلك اتناسب مع عشورك. تلاقيها كده بتلف بس صح. احرص ان عشورك تتناسب مع دخلك بدل ما تلاقي دخلك اتناسب مع عشورك. بالمناسبة لو كان على العهد القديم ما كانش العشور بس هي المطلوبة، لكن العشور والتقديمات والرفايع أو الرفائع والعشور للويين وعشور دخل اللويين للكهنة، ده غير عشور الأعياد وعشور كل تالت سنة اللي بتروح للأيتام والأرامل والغريب. تصدق صديقي، هل تعرف إنه في أسس بيعيشوا تحت خط الفقر لأن أعضاء كنيستهم عندهم فكرة غلط عن العشور؟ هل تعرف إنه في مؤمنين من الإخوة الأصاغر بيعانوا، ودي أقل كلمة تتقال، ومش بيلاقوا ياكلوا لهم ولا عيالهم؟ لأن المؤمنين اللي حواليهم بيهتموا بنفسهم بس وبخروجاتهم وبلبسهم وموبايلاتهم. طب أنا أحب أقول فكرة يمكن تكون مستخبية عن بعضنا، وهي أن الرب يسوع علم عن العشور في العهد الجديد لما قال في مكانين، في متى 23-23 وفي لوقا 11. قال إيه؟ لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم الحق والرحمة والإيمان. كان ينبغي أن تعملوا هذه، يقصد العشور، ولا تتركوا تلك اللي هو الحق والرحمة والإيمان. الرب يسوع كان واضح، لازم تدفع العشور زي ما بتطيع باقي الوصايا. في تحذير من إلهنا بيقول بوضوح في غلاطيا 6-7 لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، الله ما بيضحكش عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. وبيقول كمان في كورنثوس 2:9-6 إن من يزرع بالشح فبالشح أي بالبخل أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. طب أنا استفدت إيه من دفع العشور؟ هقول لك نقطتين ثلاثة أو أيتين ثلاثة. النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى، موجودة في أمثال 11:25. تعالوا نشوف آية تانية، هاتوا جميع العشور إلى الخزنة، دي موجودة في ملاخي 10 محفوظة جدا، ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود. نمرة واحد إن كنت لأفتح لكم قوى السماوات. اتنين وأفيض عليكم بركة. تلاتة حتى لا توسع، يقصد مخازنكم. يعني في مكافآت للي يدفع العشور ولو كان قريب من ربنا فعلا و دفع العشور، طبعا في بركات وتعويضات حسب كرم الرب نفسه. تعالوا نشوف آية ثالثة، اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم
لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكلكم. طب يعني إيه كيل؟ أيام زمان، أنا عايز أشرح حاجة سريعة. أيام زمان ما قبل أنهم يفضلوا يوزنوا بالكيلو وبتاع، فكانوا بتوع الحبوب والحاجات دي بيوزنوا بحاجة زي الماج ده كده بس كبيرة شوية ومقاسات مختلفة. فاللي عايز نص كيلو أو كان نص رطل أو رطل أو وق أو نص وقية وحاجات زي كده، فكان يمسك الراجل بيحبك بيعزك يوم يعمل إيه؟ يكب الحبوب أو أي حاجة هنا، وعلشان يزود لك يقوم يعمل إيه؟ يخليها ملبدة، يعني يتكها كده تك 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 تك، وبعدين يقوم حاطط تاني، وبعدين يقوم يهزها علشان تاخد أكبر حاجة في حدود النص كيلو اللي انت طلبته. أهو ربنا بيعمل كده معانا. أيوة انت ليك نص كيلو، بس شوف لما الرب يقدم لك اللي هو عايزه. لو مش هتدي مش هتاخد. هقولك آية تانية برضو، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. هقولك تاني، وأباركك، أولا هجعلك أمة عظيمة وهباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأباركك فتكون بركة. ربنا هيباركني ليه بقى؟ علشان أنا أكون بركة. مرات كتير بنفتكر أن ربنا بيباركني وبيديني فلوس مش عشان أكون بركة. ربنا بيباركك فتكون بركة. الكلام ده موجود في تكوين 12:2. ربنا لما بيغنيني ويباركني وينجح طريقي على حسب الآية دي اللي احنا حكيناها فوق وهو بيكلم إبراهيم، كان قصد ربنا من بركته ليا إني أبارك اللي حواليا. أمين. ربنا يصحح مفاهيمنا عن العشور ويباركنا فنكون بركة. يهوي شما كل الوجود.
وبنكمل حلقة النهاردة. بنرحب بيوسف وجيه. أهلا بولس. ويوستينا فادي معانا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إحنا شفنا في الدراما موقف ممكن يعدي علينا كلنا، وسمعنا رأي كتاب في الموقف ده. عايزين نعرف بخبرتكم إيه رأيكم الشخصي في موضوعنا النهاردة؟ أنا معلش عندي سؤال في الأول، أنا عايزة أعرف إحنا في العهد القديم ولا إيه؟ لأن موضوع العشور ده كان في العهد القديم بس. إيه ده؟ بعمارة إيه إنه كان في العهد القديم بس؟ معرفش، بس هما بيعلمونا كده الأيام دي، يعني مش بنتكلم عن العشور كتير الأيام دي يعني. إزاي بس ده؟ ده الرب يسوع بنفسه هو اتكلم عن العشور. إيه ده بجد؟ يعني مكتوبة في العهد الجديد؟ ده الرب يسوع قالها كمان في شاهدين لوقا 11 ومتى 23-23. غريبة، بس الأيام دي يعني مش بنتكلم عن موضوع العشور كتير. بصي يا تينا، الرب يسوع قالها واضحة، متى 23-23، لأنكم تعشرون النعنع والشبس والكمون وتركتم الحق والرحمة والإيمان، كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. هنا لو خدتي بالك هو اتكلم في الشاهدين دول، لا تتركوا تلك مقصود بيها دفع العشور، كان مقصود بيها العشور. اوكي، بس لا دي جديدة عليا صراحة. انا عايز اقول حاجة هنا معلش غريبة شوية. الايام دي بقينا نسمع كتير لا أقصد العهد القديم. ماله العهد القديم؟ هو في ايه العهد القديم؟ مش هو من الكتاب المقدس؟ في تيموثاوس الثانية 3:16 بيقول إيه؟ خلونا نقراها مع بعض. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. كان في وقتها عهد جديد وقت ما قال كل الكتاب؟ أعتقد لا، ما كانش اتكتب. يبقى هو لما بيقول كل الكتاب كان يقصد إيه أساساً؟ الناموس والأنبياء، العهد القديم. في آية تانية بيقولها الرب يسوع في متى 5:17، ما جئت لأنقض، يقصد ينقض إيه؟ الناموس والأنبياء اللي هو العهد القديم كله، بل لأكمل. بس أنا عندي سؤال تاني، هو مش 10% ده كتير؟ 10% كتير؟ طب أنا أسألك سؤال، مش أنت موظفة؟ طيب يعني بتاخدي مرتب؟ أكيد. يا بختك يا ستي. طيب أنت عارفة أنه بيتخصم من المرتب ده 22% من الضرايب؟ عارفة أكيد. بتستفيدي بقى بيها بحاجة؟ لا، مش بطريقة مباشرة يعني. طب ليه بقى هتضايق إن أنا بدفع 10% لخدمة الإخوة الأصاغر وعمل الرب خدام الرب المحتاجين؟ طبعاً مش بتكلم بقى اللي عندهم قصور وفيلل وعربيات والكلام ده. أوكي، أنا ما عنديش مشكلة، بس أنا مش عارفة ليه هو ما بين الناس أو ما بين المؤمنين إنه شائع قوي إن إحنا ما بندفعش عشور. يا جماعة معلش اسمحوا لي أتدخل، في نقطة مش بنجيب سيرتها خالص. هل إحنا بنفكر شكل اللي ما بيدفعوش عشور ايه في عينين الرب؟ احنا ما فكرناش في النقطه دي قبل كده، بس قايلها الكتاب المقدس. الرب بيبص ازاي للي ما بيدفعوش عشور؟ اقراها لكم، نلاقي الكلام ده في ملاخي 3:7-12. هقراها. من ايام ابائكم حدتم عن فرائدي، بعدتوا عن فرائدي ولم تحفظوها، ارجعوا إلي أرجع إليكم، قال رب الجنود. فقلتم بماذا نرجع؟ أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة. الرب قايلها واضحة، سلبتموني، أنا بسلب الرب شخصيا. قصاد كده بقى اللي يجرى، قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون، هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، يقصد مخازنكم، وأنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يدمر لكم كرم الحقل قال رب الجنود. طب في سؤال تاني، هو فعلا ممكن ربنا يزعل مني لو انا ما دفعتش العشور؟ مش الرب قال سلبتموني؟ ايوه. طب ازاي بقى هستنى بركه ليا لحياتي ادام انا ما قطعتش وسائل الرب وكسرتها؟ وابليس اللي بيقعد يقنعني ده ان انا ما ادفعش العشور ما ادفعش العشور، اعتقد هو نفسه ابليس ده هيخش لي بروح سلب وروح نهب ويسرقني. وزي ما سمعنا في الايات اللي فاتت اللي قالها لنا بولس
ان قد ايه انا هتبارك لو انا كنت بدفع العشور بانتظام او انا بدفع عشوري هتبارك. طب يعني ايه الكلام ده؟ ممكن نوضح اكتر؟ في ايات بتوضح الموضوع ده. ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد. بس طبعا ابليس بيعمى عينينا عن الايات دي كلها علشان ندخل بقى في دايره صعبه شويه، بقى دايره المجازاة. بس انا بشوف ناس كتيره يعني مش بيدفعوا عشور وحياتهم حلوه ورائعه ومفيش مشاكل. ده اللي ممكن يكون لاسباب معينه. اول حاجه ممكن يكون ربنا مثلا بيدينا فرصه، بيستنى علينا، بيرفق علينا. ممكن ان مش بينزل بقضاء في ساعتها، يعني مش في قضاء في ساعتها. ممكن مثلا اوقات كتير لو انا كنت مثلا دفعت عشوري الله كان هينقلني في حته تاني، هيحطني في حته تاني، متخطط ليا حاجه تاني، بس طبعا ما خدتهاش، ما حصلتش عليها لان ما قطعتش الوصايا. يعني انا كان متخطط لي اني اكون في وضع افضل من اللي انا فيه لما ادفع عشور. ده اكيد، بالذات بقى لو انا في علاقه يوميه معاه في خروجي وفي دخولي، وزي ما قرينا في الايات اللي فاتت دي بركه مش هتعد. تمام. عموما هو اسم من اسماء الله الديان العادل. يعني ايه الديان العادل؟ يعني ممكن واحد يكون ملوش علاقه بربنا وما تابش ولا يعيش حياه التوبه، مش متجدد، مش متخلص، زي ما خلفيه اي واحد بيقول اللي يعجبه ككلمه، لكن لسبب ما بيدفع عشور. الله الديان العادل بيعمل ايه؟ بيكافئه على دي، بيعوضه في نواحي كتير في حياته. دي ملهاش دعوة طبعا بان هو ملوش الحياة الأبدية، لأنه مكتوب كل من يؤمن بالرب يسوع ليه حياة أبدية زي يوحنا 3:16. هو ملوش، بس الله الديان العادل قصاد انه ده بيطيع وصيته فهو بيكافئه بطريقة معينة. أي آراء؟ شكرا. شكرا. وبكده نكون جينا لنهاية حلقتنا النهاردة. مرسي يا يوسف. شكرا. شكرا يا يوستينا. يا رب يكون كلامنا النهاردة نور عينينا على وسوسة إبليس وكذبه في خداعه لينا ومحاولة تشويه صورة الله في عينينا. نشوفكم في حلقة جديدة من وسوسة.